بهدف إيجاد الحلول الناجعة لمشكلة شحة المياه التي تضرب الأراضي الزراعية بين الحين والآخر. أطلقت وزارة الموارد المائية المرحلة الأولى من مشروع الري بالتقنيات الحديثة بقضاء السنية في محافظة الديوانية، مشروع سيعمل على استصلاح الأراضي الزراعية بعملية تقنين المياه لري المساحات الزراعية وبكلفة إجمالية بلغت 45 مليار دينار عراقية وبطاقة تبلغ 40 متر مكعب بالثانية. بتنفيذ استصلاح أراضي شافعية ديوانية المنطقة المضافة وبمساحة إجمالية تقدر ب 36 ألف دونم، نحن الآن على اعتاب أن ننجز المرحلة الأولى من المشروع والبالغة مساحتها 35 ألف دونم. يتضمن العمل إنشاء قناة رئيسية بطول 3880 على شكل يوشيب، تتفرع منها 6 قنوات فرعية. منشآت الفلومات أول مرة تنفذ بمحافظة القادسية، منفذة بقية المشاريع ري كركوك منفذة وناجحة. المشروع يعتمد على نقل الماء مناسيب، ممكن أن الفلاح يعني يزرع بدون أن أي جهد، بدون مضخات، بدون كهرباء، ينقل يعني ينقل الماء لهاي المناطق. 3 ملايين دونم زراعية هي المساحات المهيئة للزراعة في محافظة الديوانية ولم تستصلح بعد، وفي حالة استخدام التقنيات الحديثة ومجابهة مشكلة شحة المياه سيصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي، وبذلك سيتصدر الشرق الأوسط في تصدير الحنطة بحسب رئاسة الجمعيات الفلاحية. نعم، نطالب بزيادة مشاريع الاستصلاح في المحافظة، هناك 3 ملايين دونم زراعية لكن عدم استصلاحها أبعدها عن الزراعة وذلك لصعود الملوحة فيها. في حالة إكمالها سيكون الديوانية من المحافظات العراقية الزراعية بامتياز، وفي حالة إكمال 3 ملايين دونم سيضيف مساحات زراعية واسعة. وإذا ما استثمرت هذه التقنيات الحديثة في ظل تحذيرات كبيرة من الجفاف القادم سيعود تصحر الأراضي الخضراء وانعدام الزراعة بحسب إخصائيين مؤكدين على أهمية توسيع هكذا مشاريع لإدامة الأراضي الزراعية. من الديوانية معتز العبودي، زاكروس تيفي.